كده برضو كده تعمل فيها كده؟ انت لو كان حصل لك حاجه انت مش عارفه كان ممكن يجرى لي. اول ما سمعت صوت الضرب نزلت من المكتبه زي المجنون لان عارف انك اكيد هتبقي هناك. عملتك انت كويس؟ انا في حاجه. على مهلك. استنى. على مهلك. سمية ما تخلينيش اخاف عليك. شكلك احلى وانت بشعرك. فيك حاجة؟ ايه؟ في حاجة ليه؟ هنا؟ على مهلك. فاطني اخش ادخل يا فاطني. فاطني ايه يا فاطني ده؟ انت لسه نايمه لحد دلوقتي؟ افتحي شويه. هي مال ريحه الاوضه مكمكمه كده ليه؟ انت كنت بتغسلي يا بنت ولا ايه؟ اكيد كنت بتغسلي عشان كده رحت الاوضه عامله كده. طيب تعالي بقى يا بنت، تعالي شوفي انا جايب لك ايه. تعالي قومي. بصي يا فاطني، بصي يا فاطني. الله، اللون اللي بحبه. يلا يا بت ساعديني والبسي البتاع ده. يلا يا فاطمي. حلو قوي عليك يا فاطمي. ها البسي البسي. بصي دي اللون اللؤلؤي. استني يا بت، ده هنحطه كده. لا استني يا بت، ده كده وده كده زي الامر يا بت. انت حلوه قوي، حلوه قوي يا فاطمي. عارفه يا فاطمي انت صحيح سفيفه وصغيره كده بس وشك بدري منور، عينك واسعه زي عيون البقره، ومناخيرك زي العصفوره. اني حلو، اني شبه البغل. انت بس اللي بتحبيني. بتحبيني يا فاطمة؟ بتحبيني زي ما بحبك؟ صدرك حنين قوي يا فاطمة. انت طيبة وحنينة. عارفة يا فاطمة؟ انا لو ما كنتش اتجوزتك كان زماني اتجننت. افضل اكلم نفسي طول ما انا ماشي. اوعي تسيبيني يا فاطمة في يوم من الأيام. أنا بحبك، بحبك أوي يا بنت. شكل سعادتك مش مبسوط. بالعكس، أنت عملت اللي أنا عايزه بالظبط وبزيادة حبتين. بس كان نفسي تكون معايا وتشوف حصرة عادل لما عرف بالمسرحية. المهم إن سعادتك اتفرجت وانبسطت. لو عايز نعيدها تاني مفيش مشكلة. سيبك منه، خلينا في الأهم. اقعد يا حسن. عادل ده صرصار ملوش أي لازمة، عمر ما الدنيا دارت عليه ولا كانت هتدور أصلا. ركز مجهودك في اللي جاي عشان اللي جاي أصعب بكتير.
والمسرحيات مفيش اكتر منها، ما تقلقش. الفترة دي مش بتاعت مسرحيات خالص. الفترة دي عايزة سيناريو محكم، من كتر احكامه يبان انه ارتجالي. مش فاهم تقصد ايه سعادتك. الباشا هيدي الضوء الاخضر لاهم واضخم مشروع استثماري في العشر سنين الجايين، جزيرة امون. ومشروع ضخم زي ده هيخشوا اكتر من رجل اعمال، وكل واحد ليه مساحة شغله المرسومة على قده بالظبط، وممنوع بامر الباشا ان اي حد يخش برجله على مربع اللي جنبه. بس لما اخذ عنها فين المشكلة؟ المشكلة ان انا عمري في حياتي ما تنازلت عن رغباتي لأي حد. أي حد. المشروع ده بالكامل لازم يكون بتاعي، بتاعي انا لوحدي، وهيبقى بتاعي. خلاص حضرتك عشان تتحرك براحتك كده وسطيهم. انا شايف ان مفيش غير حل واحد. اللي ما يقدرش يخطي بره أرضه يخطي جواه لحد ما تضيق عليه. احنا مش هنتعدى على حد، بالعكس احنا نخليهم هم اللي هيرجعوا لورا، هم اللي هيحتاجوا لك، هيجوا لحد عندك ويخليك تشاركهم. وعشان ده يحصل لازم يحصل حاجتين. اول حاجه ان هم الاثنين يستغنوا عن بعض، والثانيه يحتاجوا لك. ايوه بس ده ما ينفعش في حدود الارتجال اللي احنا اتفقنا عليه. لا ينفع باشا، ما انت برضه سعادتك هتقدم لهم تسهيلات، هتحط لهم مسمار في كل مشروع من مشاريعهم. حركه يعني، حاجه ببلاش يبان ان انت يعني خدمتهم، لحد ما يحسوا ان هم محتاجينك في كل حاجه، وفي اللحظه المناسبه انهم ساحبين المسمار هيجوا جري لحد عندك عشان يتفقوا معاك من جديد. حسن انا حاسس ان احنا بنتكلم عن عيال صغيره بتلعب في الحاره، انا بكلمك عن رجال اعمال ليهم وزنهم في البلد، ده غير الباشا. سعادتك ايه اللي جاب سيره العيال الصغيره والحاره؟ ما احنا هنعمل بيزنس بجد، وبعدين ده الباشا زي ما انت قلت ما حدش هينفع يلعب معاه. لا مش مطمن، حاسس ان الموضوع ده هياخد وقت كبير ومحتاج لدراسه. ما احنا هنعمل دراسه فعلا. بعد اذنك يا باشا سيب لنا الموضوع ده وصدقني مش هتندم. ماشي يا حسن، لما نتقابل بالليل نكمل كلامنا. ازيك يا دكتور علي؟ اتفضل. انا اسفه أني اتاخرت على حضرتك. خير؟ في حاجه؟ اول مره اشوف بنت لابسه فستان في الزمن ده. ايوه يعني حلوه ولا وحش؟ حلوة أوي. عارفة ليه؟ عشان الفساتين اتخلقت للبنات. أنا كتبت حاجة للفصل الخامس. حيل أنت بتخلص بسرعة كده. مش أنا كاتب، بس نفسي ألاقي كلمة أقول لك فيها شكراً أو كفاية. كفايه الكلام اللي انت بتكتبه ده، وكمان كفايه العنوان ده. القلب البديل مش معناه عشان انت كل كلمه بتكتبها بحس انها بتمسني انا شخصيا. عارف الثلاث فصول اللي فاتوا اللي انت بتحكي فيها عن الحنين للاب اللي غايب؟ عارف انا وقتها حسيت بايه؟ حسيت بابويا اللي غايب بقاله كتير قوي في البحر، واللي يمكن انا عمري ما قابلته غير كم مره يتعدوا على الصوابع، ودلوقتي كمان جايب لي الاب البديل. يعني بابا رشيدي. عارف زمان وانا في المدرسه كنت بغلط كتير قوي، كانوا يسالوني كده دايما ويقولوا لي انت اسمك ايه؟ اروح ارد عليهم واقول لهم ورد رشيدي، وانا اقول لهم لا معلش معلش انا اسفه، اسمي ورد البحر. سابني لوحدي. عارف لما بابا جه عملت ايه؟
ابويا اللي مخلفني اترميت في حضنه، ورحت قلت له بابا مات. انا عارفه وقتها ان انا جرحته، بس اعمل ايه؟ بس بابا رشدي كان وحشني قوي. ازاي يسيبني كده ويمشي فجأة؟ معلش انا اسفه، بس عشان كده بقى انا نفسي روايتك دي تنجح وكل الناس تقراها بجد. ان شاء الله ربنا هيوفقك. بس اقول لك حاجه برضه، معلش يعني ادخلك فيها، انا برضه حظي كويس جدا. انا عندي حسن حبيبي اللي بيحبني، هو ابويا وامي واخويا وكل حاجه في الدنيا، يعني كفايه هو عليا بجد. انا اسفه قوي ان انا كنت شغلتك يعني بكلامي، معلش. ايوه عليك بجد يعني، حضيتني. وبعدين انا بخبط عليك هنا وانت بره، انت مش النهارده اجازتك؟ وبعدين ارجوك ارجوك تعزل بجد من هنا، من ساكن الاطباء الغريب ده. اسكندريه واسعه جدا على فكره، شوف انت عايز تسكن فين وانا بنفسي ادور لك على مكان. ممكن؟ انا مرتاح عن اذنك. استنى استنى، انا كنت جايه اصلا عشان اشكرك. على ايه؟ انك خليتني اقرا البروفيس. عن اذنك. مالك يعني في ايه؟ تعبان مخنوق فاصل كده. طيب هو انا كنت كاتبه حاجه وكنت عايز اعرف رايك فيها، ممكن؟ ممكن. ولا اقرا لك انا؟ اتفضل. كلما رايته اهتز قلبي بمشاعر جياشه وعشق عميق، وكلما تجاهلني تعلقت به اكثر، فهو ذلك الوسيم الغاضب دائما كالاطفال الاشقياء. خلاص 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 خلاص، ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ اشقياء واطفال، ايه الحب ده؟ حد يتجاهلك تحبيه؟ ازاي؟ حد يتجاهلك تحبيه؟ مفيش من الكلام ده، مفيش. كلما رأيته اهتز قلبي بمشاعر جياشة وعشق عميق، وكلما تجاهلني تعلقت به أكثر، فهو ذلك الوسيم الغاضب دائما أراه يوما، فأعرف أني عشقت. أني شبعت يا فاطمي، خلاص الحمد لله. بقول لك يا فاطمي، أني كنت عايز أخد رأيك في موضوع وكنت خايف أكلمك فيه. أني زهقت من الشغلانة دهي، ما بقيتش جايبة همها.
يعني بفكر اخدك ونطلع البلد تاني. قلت ايه يا فاطمه؟ ايه؟ عندك حق يا فاطمه. احنا نصبر شويه لحد ما نعمل قرشين ونطلع البلد نعمل مشروع. نفتح كده نصب فاكهه زي ابوك. وزيه ليه؟ اني اشارك ابوكي مش اني جوز بنته ويبقى زيتني في دقيقني. زيتني في دقيقني؟ لا تبقى بطخني في منجتني. عارفه يا فاطمه؟ انا مبسوط قوي. حاسس كده الدنيا هتزهزه والرزق هيخبط علينا بابه. انت هتفاضي؟ لا ايوه انت هتعتلي؟ ده ان شاء الله. السلطة بيعمل عندك هنا ايه يا روح امه؟ يا باشا سرقوا من المتحف وفرحان بروحك؟ لا يا باشا انا ما سرقتوش وربنا ما سرقته يا باشا. قول لهم يا فاطمه اني ما سرقتش حاجه. يا فاطمه حسن رجع من مصر يا عزوز طايح في الكل. ومحدش بقى عارف مين. زعيقه بصيته حتى الطريقه اللي بيعملني مش ده حسن اخويا العرب. حسن معاه حق يا نادر. حسن معاه حق. مش قصدي في معامله ريكي بس حطي نفسك مكانه. هاني صاحبه كان المفروض يعرف مني مش يرجع من السفر يلاقي امه واخته وخاله عارفين وهو اخر من يعرف. دي المشكله يا عزوز. ولو زي ما انت بتقول يبقى لازم انت اللي تكلمه وتصالحه. ايوه هكلمه طبعا، هكلمه واصالحه صح. مالك يا عزوز؟ ليه حاسه كده ان مش فارقه معاك؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ مش فارقه معايا كيف يعني يا نادر؟ ليه بس بفكر في حسن. خايف علاقته. مش عايز اتجوزها بلياتشو. ماله البلياتشو يا عزوز؟ وبعدين هو انت اتخلقت بلياتشو؟ يا عزوز انت راجل كويس ومعاك شهاده، يعني ممكن تشتغل اي حاجه، دور على شغل واللي يدور هيلاقي. يا نادر، يا نادر الموضوع مش موضوع بلياتشو وشهاده، يا نادر انت. موضوع اللي تعبانه، عيانه، صح؟ يا عزوز حسن اخو خايف على اخته. انا عارفه ان انا كويسه. الموضوع فيه حاجه من عندك انت يا عزوز. ايوه الموضوع فيه حاجه من عندي انا. من عندي انا. ويلا بقى عشان اروح. يلا يا نادي. يلا يا نادي. هاي يا عبد المعطي، في حد تاني شارك معك في السرقة ولا أنت قمت بقى لوحدك؟ والختمة الشريفة يا بيه، أني ما سرقت حاجة، ده أني بخاف من ضلي. يا عبد المعطي كل اللي شغالين في المتحف قالوا في التحقيق إنك كنت بتسيب القاعة كلها وبتقف قدام التمثال ده بالساعات. أنا كنت بقف قدامه علشان كان بيفكرني. بقول لك يا عبد المعطي، بلاش الاستعباط. اعترافك ممكن يخفف عنك الحكم. لكن لو ما قلتش مين اللي ساعدك هتشيل القضية لوحدك. عايز تشيلها لوحدك؟ لحضرتك دي بريء. عليا النعمة أدي بريء. يا عبد المعطي سجل الحضور والغياب في المتحف متأيد فيه إنك غبت في نفس اليوم اللي حصل فيه سرقة التمثال. كنت فين في اليوم ده؟ في البيت يا بيه. هو أنا بروح حتة تانية؟ أنا لما بعوز أنزل ما بروحش غير حتتين، يا إما بنزل على الزاوية بصلي يا إما بروح المتحف الشؤم ده. وربنا يا بيه أنا بمشي جنب الحيط جوه الحيط. كل أملي في الدنيا إني أعيش مستور ومتداري زي بقية الناس. معرفش ليه المصايب بتحط فوق راسي. أنا بريء. تعال يا عسكري خد الورق. تمام يا فندم. التمثال ده مضروب. التمثال ده مضروب. اكتب يلا. يتم استدعاء خبير آثار بمعرفة المتحف في تاريخه وساعته. اقفل المحضر. مليت واحدة أجمل من أي صورة اترسمت في خيالك. لما لقيتها
حاجات مش ليك وحد تاني اختارتي كلها الأب والأخ والحبيب. طب ما يمكن اختياراتك التانية مش ليك برضو زي الكتابة، تبقى بتحب غيرك وعمرك ما هتنجح. الحلم لازم يبقى على قد مقاس حياتك، ما يعلاش عن السقف اللي ايديك ممكن توصله، عشان ما تنطش بأحلامك لفوق وبعدين تقع وتتكسر. تتمنى لو كنت واحد تاني ما بيحلمش. أنا طول عمري بشوف مشاريع سعادتك، بس معرفش ليه معقدة قوي كده. ده بيتهيألك. ولا معقدة ولا حاجة، كل حاجة كبيرة متقسمة لحاجات أصغر فأصغر فأصغر. المشروع عبارة عن أرض وخدمات وتصاريح، والتصاريح بقى على وزن كل رجل أعمال وتقله في السوق. عادي يعني. بعدين سعادتك، عارف يا باشا، أنا ساعات كده كنت ببص على الناس اللي بتجري ورا الفلوس ليل نهار، مش عارف بيعملوا كده ليه، مع إن عندهم اللي يكفيهم وزيادة حبتين كمان. ما تنساش إنك قاعد مع واحد منهم. في إيه؟ ما أقصدش يا باشا، أنا آسف، ساعتها غيرهم طبعا يعني. لا ولا غيرهم ولا حاجة، أنا زيهم بالظبط. بس الحكاية بقى مش حكاية طمع زي ما أنتوا فاهمين، لا، الحكاية عبارة عن تراك مقفول، دايرة ملهاش أول من آخر، وطالما بدأت تمشي فيها شوية وهتلاقي نفسك بتجري، عمرك ما هتقدر تقف. عارف ليه؟ عشان لو وقفت اللي جاي من وراك بسرعته هيطيرك بره التراك، هتلاقي نفسك رجعت تاني من الاول خسران كل حاجه. يعني الطيار هو اللي بيمشينا، ما بنمشيش بمزاجنا. صح، بس الذكي بقى اللي يحول الطيار ده لمزاج ويلعبه صح. واهم قاعده، مفيش اخر لاي حاجه. فكرتني بابويا الله يرحمه يا باشا، كان دايما يقول لي كده، لما توصل للاخر ارجع للاول تاني. مات يا حسن، ابوك مات، ايه هتفضل عايش بافكاره ومع الشيشه جواك يا حسن؟ صح، عندك حق، هو مات. قول لي يا حسن، انت بتشرب؟ لا يا باشا ما بشربش. ليه يا حسن؟ ده الشرب حلو قوي. بس مش نشرب اللي تشوفه سعادتك. عموما بكره هتتعود. صحيح يا حسن، انت متجوز؟ خاطب؟ مصاحب؟ شاقط؟ لا يا باشا. يعني ما عندكش واحدة في حياتك؟ ما عندكش حلم؟ مات مع ابويا الله يرحمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ ما تقعد. واقف ليه؟ ولا مستعجل؟ لا ابدا، انا مستعجل على ايه يعني؟ ده انا حتى كنت اقعد معاك شويه. نازل مصر؟ اه، بس لسه اخر النهار. بص يا خال، انا متاسف وندمان على كل كلمه قلتها لك يا خال، وحقك عليا يا خال، والشغل كابس عليا اليومين دول، صح؟ مش هو ده اللي انت جاي تقوله؟ ايوه سيدي، هو ده اللي جاي لك. يبقى جايتك دي يا باشمهندس على الفاضي. يعني على الفاضي؟ اتمنى من السلام منك اصلا. يعني مش سهلان. انا من ساعة ما كلمتك كده بضرب نفسي مليون جزمة، ده انا حتى ماليش عين اوريك وشي. عارف كنت ازعل منك انت يا حسن. لما لحقت ربنا كل كلمه انت قلتها لي افتكرت ان انا زعلان منك،
وما ينفعش برضه بعد 25 سنة أجي فجأة كده وأعمل فيها الأب وأتدخل في حياتك وفي بيتك وأقول لك إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش. بس ده برضه ما يمنعش إن أنا واخد على خاطري وزعلان. شفت؟ أديك برضه لسه زعلان مني يعني. الأب زعلان مني. زعلان مني يا حسن. إيه يا أمي؟ وانا على طول بضحك عليهم دوم حسن زي ما هو حسن ما تغيرش انتوا بس اللي مش واخدين بالكم يا خالي انا ما اتغيرتش ولا حاجه الوحش زي ما هما بيقولوا الست نادية تتجوز تتبسط بقى ما تتبسطش ما كنتش حطيت في دماغي انا الوحش ما كنتش جيت كل شويه عشان اسال عليك وعلى امي كنت ممكن اطلع مليون حجه عشان ما اهربش ناحيه اسكندريه ورده حسن ما جبتش سيرتها يعني هي كمان زعلانه مني وحاسه ان انا متغير بس ما بتقولش يعني حاسس بيها زي ما هي حاسه بيا بالظبط يا خالي انا من جوايا زي ما انا ما اتغيرتش كل حكايه ان انا بقيت اشوف الدنيا بعين تانيه خالص اشوف الدنيا بحسبه تانيه زمان الدنيا كانت على قدنا محندقه ولمانه كل الحياة كانت بين قطر ومينا. النهارده الدنيا كبرت قوي علينا يا خالد. الدنيا بقى كلها ناس وحشة ما بترحمش. وعليك بإيه كل ده يا حسن؟ أنت عارف اللي فيها. الدنيا دي هتدخلها بمزاجك يا هتتزق فيها بغباوة. وأنا بقى مش اتزقيت. أنا وقعت من فوق وهي اللي استلقتني. اوعى لحالك يا حسن. ما تعملش زي القطر وتدوس على كل اللي في سكتك من غير تمييز الدنيا قدامك يا ابني تبدي تروحش انت لغايه اخرها وتقول نصيب فكر يا حسن وبعدين اعمل اللي انت عايزه علي عرفت ازاي ان انا هنا؟ عرفت من دكتور امشير قلت له عايزاك ضروري قال لي على ثلاث اماكن ممكن الاقيك فيهم ولفيتي عليهم كلهم؟ قصدي حلو ده أول مكان لقيتك فيه على طول ده أكتر مكان بحبه على الكورنيش عشان كده بحب أهرب فيه يهرب من إيه؟ من أي حاجة تخنق الحاجات دي دلوقتي مفيش أكتر منها طب مش يمكن لما تقعد لوحدك تتضايق أكتر؟ أنا بتهيألي المخنوق ده لازم يقعد مع ناس تخليه يخرج من الحالة اللي هو فيها بخاف أقعد مع حد وعديه أنت عارف إن أنا كل ما بشوفك بحس إنك بتديني أمل كبير قوي في الحياة بحس إن اللي جاي أحلى بجد فبالنسبة لي غريب قوي إني أشوف مصدر التفاؤل والأمل بتاعي حاسس بإحباط طب تخيل كده يجرى لنا إيه؟ أنا آسف يا فهد آسف بس اليومين دول حاسس إني كده مكسور ومخنوق وضعيف و مش عايز أقعد مع حد أنت سألت علي أمشير ليه؟ أنت عايز أشوفه أنا ساكتة ليه؟ ولا حاجة عايز أسمعك أنت وأنت بتتكلم يعني مش مستغرباني زيهم وشايف إن أنا متغير يعني؟ لا خالص أنت عارف إن أنا ما أقدرش أخبي عليك حاجة أبدا يعني ليش شايفاني حسن زي ما أنا؟
مالك يا وردي في ايه؟ حتى لو اتغيرت يا حسن ليك حق، ما انا كمان اتغيرت. انا زمان كنت بفهمك من غير ما تتكلم، كنت ببعدك عن الدنيا لو ضلمت قدامك. دلوقتي ما بقتش عارفه افهمك، حاسه ان انا ببعدك بايديا. انا مين اللي قال كده يا وردي؟ من يوم ما بابا الرشيد مات وانا حاسه ان الدنيا عماله تتهد قدامي حته حته، ما بفتكرش غير الحاجات اللي بتزعلني وبس. امي اللي ماتت قبل ما اوعى عليها، وابويا اللي ما بقاش فاضل لي منه غير اسمه بس، وزياره كده كل كام شهر ما بتفرحنيش على قد ما بتتعبني وبتحسسني ان انا يتيمه. حتى شهد، حتى شهد اللي كان نفسي يبقى لي بنت زيها كده راحت. وايه لازمته الكلام ده يا ورده؟ لازمته ان انا تايهه، تايهه وانت بتبعد وما اقدرش الومك. حتى لو ده حصل ايه اللي يخليني اتغير من ناحيتك؟ معرفش، معرفش حسن. انا ماليش غيرك يا حسن، ماليش غير حضنك ده وخايفه يروح منك. بص يا ورده، احنا كل يوم الدنيا بتتغير من حوالينا، اللي بيطاعهاش بتخبطه وبتطلعه بره. كل يوم الدنيا بتطلع ناس بره وبتجيب غيرهم، وتبص لنا هي بتضحك لنا، بتقول لنا انسوا كل اللي عرفتوه عني، اللي جاي حاجه تانية خالص. انه بقده ونقف قصاده، يا نطلع بره ونتفرج على حلمنا بيضيع من قدام عينينا. بس انا خايفه حلمنا يضيع مننا يا حسن. وانا ما حلمتش غير بيكي، وده مش هيتغير، ومش هسمح اني يروح مني يا ورده. بجد يا حسن اوعدني يا حسن والنبي ان انت عمرك ما هتبعد عني. بحط ورده يا حسن. سمية. اي يا ماما. شكلك بتحبي اليومين دول. يبقى بتحبي. قولي لي بقى يا بنت، مين واسمه ايه؟ واحد معايا في الكليه. سنة كام؟ في اخر سنة. Is it serious؟ على الأقل من ناحيتي. يعني إيه على الأقل من ناحيتك؟ وهو هيلاقي أحلى من بنتي فين؟ حياتي. كان لازم تعرف إنك لما تتغير مش هتتغير لوحدك، كل بني آدم عرفته وحبيته هتتغير ناحيته هو كمان. أنت زعلان ليه؟ مش انت اللي اخترت السكه ومشيت فيها؟ كنت فاكر ايه؟ فاكر انك هتفضل معاهم حسن بتاع زمان؟ ازاي حصل كل ده؟ امك واختك وخالك وقبل دول كلهم ورد؟ طب ازاي؟ ريشو بحتة عيل يعمل فيك كده. خد امسكي تشربي ده يريحك شويه، ينسون زي الفل. تسلم ايدك. انت لو اختي مش هتراعيني زي ما انت مراعيني كده يا سي حسن. لا شو غصب عني، انت عارفه قالوا لي الشغل والسفر ما كنتش اتنقلت من جنبك. ربنا يخليك. مالك يا شو؟ موجوع يا سي حسن. ايه بس اللي واجعك؟ انا عاجبك اللي انا فيه ده. رميتي كده لوحدي، واختي بيني وبينها خطوتين مش قادر اروح اشوفها. يا ست على لختك ما تحمليش، بعد ما تقومي بالسلام هاخدك وروح نعمل لها زياره. ما تضحكش عليا، انت عارف اللي فيها. مسافتنا الواد ما هيجي هيتكتب علينا الغربه. الواد يا سي حسن اتكتب عليه عيش من غير اهل الناس. تاني يا شباب، واحنا بقى مش هنخلص من الحوار ده. ارمي كل حاجة ورا ظهرك عشان تعرفي تعيشي، لو مش عشانك عشان خاطر الواد. غلطة يا ستي وغلطناها، هنعذب روحنا بسببها طول العمر. حقك عليا يا سي حسن، بس كان نفسي الواد ما يشوفش اللي أنا شفته، ولا يعيش العذاب اللي أنا عشته. بس شكله كده العذاب في الدنيا دي بالوراثة. يا ستي مش هشوف حاجة وحشة، هشوف دنيا زي الفل إن شاء الله، ويبقى حواليه أهله وناسه وكل حاجة،
تقيش عليه. ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك ابدا. سيبي على النار. انا هعمل ده. اكرم باشا. حاضر. مسافة السكة وكون عند سيادتك. وبعدين كفاياني بقى ست سرايا. سرايا سرايا هاي ازيك؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ كويسه؟ تمام. سرايا سرايا ارحميني. طب احنا هنشوف اكرم جاي اهو. اكرم تاني يا ذكرى. اكرم اكرم انت ما بتعرفيش تتبسطي خالص من غير اكرم. انا جايباكي حفله كلها هاي كلاس كريم دولا كريم. اتبسطي وركزي لي في اي حاجه تانيه هنا. اكرم اكرم عرفتيني. سرايا هاي عمي زيك. انت لو وحشتني قوي وخصوصا من اخر مره ما كنتي في الوزاره يا حلوه. معلش كانت ايام. الله يرحمها ايام. الله يرحمها. طب هو الباشا الكبير ده صاحب اكرم بيه؟ الباشا ملوش صحاب. اكرم صاحب الباشا كان منك. اخرسي اخرسي خسكوتي. لما هو ملوش صحاب يعني عامل حفله كبيره كده ليه؟ جايب الناس دول كلهم منين؟ عشان مزاجه يعزم اللي هو عايزه عشان مزاجه ويطرد اللي هو عايزه علشان مزاجه. والناس دي كلها برضو لابسه علشان مزاجه. طلبت معايا يعمل حفله فلاحي. عمل جلابيه بارتي. مالك في ايه؟ والحفله دي كمان من غير اندروويرز يعني على اللحم. بقول لك ايه، انت اسمك ايه؟ حسن. حسن. اه يا حسن انجوي يا حسن. روح اتبسط. باي يا حسن. ويا ترى الليله دي ليها اسم برضو زي الليله اللي فاتت يا عمرو بيه ولا ايه؟ مفيش ليله من ليالي الباشا تعدي كده بدون اسم طبعا. ده تاريخ البلد يا اكرم. الله. هيجي ناس يكتبوا ويقول لك في ليله كذا فلان اتفتح لها باب السماء، وفي ليله كذا فلان اتدفن في سبع ارض. سبحان الله. طيب يا ترى الليله دي اسمها ايه؟ ابتسامه الوداع. هيتفرج على وشوش الناس ويعينهم، ولو بص لحد منهم بابتسامة زايدة شوية هتبقى معناها بره. خد بالك بقى يا أكرم وما تبسطوش منك قوي. ها؟ لا مش هبسطه خالص، ما تقلقش. انجوي يا أكرم. هيا يا حسن. حسن. ايه يا باشا؟ الجماعة وصلوا؟ اه يا باشا وصلوا. تمام، برافو عليك يا أبو علي في ميعادك مظبوط. شربت حاجة ولا إيه؟ أنت مش عارف يا باشا ما بشربش. حسن غلط يا حسن، لازم تشرب كده وتفك وتغير مود وتلبس وش جديد غير اللي انت بتبان بيه دايما. ولازمته يا باشا ما مليانه وشوش اهي. تعجبني يا ابو علي. على رايك كلهم لابسين وشوش بيضحكوا بيها على الناس وبيضحكوا بيها على نفسهم علشان ينافقوا ويكذبوا ويخافوا ويخوفوا. عادي، هنا كل حاجه عادي يا باشا. بس متهيألي اللي يوصل الباشا لازم يبقى عنده دولاب مليان وشوش، واللي ما عندوش يترمي بره السور مع الغلابه بقى والمساكين. الباشا ولي النعم لو سمعك بتقول الكلام ده يا ابو علي مش عارف هيعمل فيك ايه. يعني هيعمل فيا ايه؟ هيزول النعمه؟ ده ناقص. الباشا يا حسن هو اللي بيتاجر في الوشوش دي اصلا، هو اللي بيبيعها لهم، عشان كده هو الوحيد اللي عارف كل واحد فيهم على حقيقته. الراجل فيهم عبد والست متعه. واحيانا بيبدلوا الادوار. يا نهار اسود. لا لو كده مش عايز منه وشوش، انا كده تمام. خلاص يا ابو علي بقى ما تفوقنيش. قول لي اخبار عادل الراوي ايه؟ كله متقبل. واسمعك كلام كويس هيعجبك، هتتبسط قوي. Thank you.
هم دول بقى اللي هيترموا بره السور يا حسن مع الغلابه. بالظبط. عن اذنك يا ابو علي. طال انتظارنا المقابلة معاليك يا باشا. ايه في جديد؟ هو في حاجة ممكن تخفى على معاليك عشان يبقى في جديد يا باشا؟ كويس كويس. يا باشا كنت عاوز اسأل معاليك سؤال، هو في حاجة مزعلك مني؟ انت عملت حاجة تزعل؟ لا يا باشا، بس غياب رضا معاليك علينا محسسني كده. اعمل اللي يرضيني وزعلي هيبعد عنك لوحده يا اكرم. ما هو ده اللي بحاول معاليك اعمله لناتي. لو تسمح لي يعني، انا جايب لسعادتك هديه، تفاحيه محتاجه ايد سعادتك انها تقشرها، ولو اني عارف ان سعادتك بتحب تاكل التفاح بقشره، بس انا واثق انها هتنول الرضا والاعجاب. انت عارف ايه مشكله الهدايا؟ ايه يا باشا؟ انها بتطمن اللي جايبها أكتر ما بتريح اللي رايحاله. يمكن تعجبني يمكن ما تعجبنيش، وجايز تعجبني زيادة عن اللزوم. قدم هديتك يا أكرم وحيوصلك ردي. تحت أمر معاليك. وحلفت للظابط 100 يمين إن مش أنا اللي سرقت التمثال، ما صدقنيش. أديك لا تعرفني ولا أعرفك، أنا شكلي حرامي؟ أنت جاي في آثار؟ شكلك حرامي وشيخ منصر كمان. علي النعمة دي بريء. يا ترى هيعملوا فيا ايه؟ يا عم قضى اخف من قضى. والاخ جاي في ايه؟ تحرش. اتحرشوا بيك؟ لا، انا بحب اتحرش بالنسوان في الاتوبيسات، اصلها غوايه بقى. مرة مش كده؟ مرة باين عليا قوي كده. شكلك مرتبك، ليك حق. الحفلات دي اصلها بتبقى عاملة زي الخيال كده، أي حاجة ممكن تحصل فيها. لحد بيسأل فين ولا ازاي ولا ليه، يعني أكنك كده سارق ساعتين من الزمن بره الدنيا خالص. تعرف تسرق؟ لا، أصل أنا اللي زيي بيتسرقوا بس. أول لما شفتك قلت عليك إنك لذيذ. ربنا يخليك، ده من ذوقك. طيب قلت لي اسمك إيه؟ اسمي حسن. حسن، اللي دي فرصة، أي حاجة ممكن تتعوض. بس أنا شايف اللي بيعوض هنا بيتفرم لما أخسر. يبقى أحسن لك بقى لا تتفرج ولا تسرح، لحسن يزعلوك. هو اللي بيتفرج نبي يزعلوه؟ أيوة يزعلوا. ويوم تحب تتفرج بقول لي وانا هفرجك. بس بمزاجي. انت ما عندكيش حاجه خالص غير اكرم اكرم. زهقتيني بجد من اكرم. مش عارفه اقول لك ايه. بضحك عليكي ليه؟ انت اتجننتي على فكره. ايه كل حاجه اكرم 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 ايه ده؟ ايه ده؟ الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. بتعملي ايه؟ الناس هنا كلها عارفاني وعارفه مراتي. صراحه ما اعرفش حد غيرك هنا. ثريا خديها من قدامي دلوقتي. ممكن ذكرى؟ يلا يا ذكرى يلا امشي. ده اللي قعدت افهمهولك. امشي. ده اللي قعدت افهمهولك جوه، وقعدت اشرح لك واقول لك ما تعمليش كده ما تعمليش كده. مش ممكن هقعد اعيد مزيد اكتر من مره؟ ما ينفعش تعملي كده مع اكرم، ما ينفعش. لعلي صوتك شويه مش سامعك. ايه؟ ازاي؟ وانتوا كنتوا فين؟ مين؟
هما؟ هما قالوا لك؟ عيبك يا عادل انك انت فاكر نفسك راجل اعمال كبير. لا انا اسف في الكلمه، راجل اعمال ايه؟ قصدي عيبك يا عادل انك فاكر نفسك راجل اساسا. عارف ليه؟ عشان لما تيجي تتحدى اكرم البدري تيجي تواجهه كده فيس تو فيس، اتنين رجاله مع بعض. لكن شغل العيال اللي انت بتعمله ده، وانت عارف بقى اللي يمشي ورا العيال اعرف قيمة المكان اللي انت فيه اكرم قبل ما تقل ادبك. اعرف انت قيمة الراجل اللي قاعد قدامك قبل ما تقل عقلك. ها تحب اكمل لك اللي الراجل بتاعك ما عرفش يحكيه لك في التليفون؟ ولا خليها لك مفاجأة؟ هقول لك، هحرق لك المفاجأة. شوف يا سيدي، هو كان عاوز يقول لك ان المخزن فعلا اتحرق دي حقيقة، بس بضاعة اكرم البدري طلعت سليمة، بيو اتبخرت. لكن يا ترى بقى ايه اللي اتحرق مكانها؟ يا ربي ايه اللي اتحرق مكانها؟ اكبر شحنة ليك يا عادل في تاريخك كله اتحرقت جوه المخزن. يعني انت حرقت نفسك في نفسك بايديك يا معلم، بالشفا بالشفا يا دولة، بالشفا بالشفا يا رجل الأعمال. هل رجل الأعمال؟ مقاييس التمثال سليم والختم الملكي موجود. يعني تقرير حضرتك المبدئي ايه؟ مفيش تقرير مبدئي، تقرير نهائي، التمثال اصلي. يا نهار اسود ومنيل، اكشف عليه تاني يا دكتور، عليا النعمه التمثال ده مضروب. اكتب يا ابني، يتم حبس المتهم عبد المعطي سلامه شلش احتياطيا وتحديد جلسه النظر الموضوع. يا باشا انا بريء. يا عسكري عليا النعمه. خد الواد ده من هنا. قال لي ما عملتش حاجه، التمثال ده مضروب. عليا النعمه يا باشا انا بريء. دي نظرة الخوف، دي نظرة الخوف، دي نظرة الخوف، دي نظرة الخوف، شكرا جدا. العفو يا فندم. العفو، العفو. اكتب يا ابني. يتم غلط المحضر، تاريخه وساعته. قضية أكرم البدري. الزبده اللي اسمها زبده دي راحت فين؟ بقول لك ايه؟ انت المسؤوله قدامي. أوكي. لازم تتصرفي حالا والا بشرفي هضيعك، همسحك من على وش الدنيا يا سرايا.
شباب. طمني يا شباب لسه جامد عبد الحكيم. شويه وهنقلك من المستوصف ده، انا هديك على المستشفى كويس، ما تخافيش. كتر خيرك يا سعاده. الحمد لله لحقت، لحقت اشوفك قبل ما اموت. كلام كنت ايه بس الكلام ده؟ هتبقي زي الفل ان شاء الله، ما تخافيش. جميل يا شباب، انا ما عملتش حاجه، فوقعي هتبقى كويسه ان شاء الله. كل ده ما عملتش حاجه، صرت سري وقوي. كنت احن على ابنهم اللي هبل عملته وهرب. افتكر يا حسن ربنا هيسامحني. ربنا كبير يا شباب، ربنا بيسامح الكل. الواد اللي جبته للدنيا وحسيب، هو كمان هيسامحني. ما تخافيش يا شباب، الواد انا هكتبه باسمي وهيفضل عايش طول عمره ابن حلال ومرفوع الراس. ما تخافيش. كفايه كفايه عليك لحد كده. عايز اطلب منك حاجه. وامور يا شباب. خد الواد، خد الواد واديله اختي. ما غسلتيش وشك ليه؟ شلتيش الميك اب ليه؟ اشربي، اشربي عشان تهدي. اشربي، هتهدي اكتر صدقيني. اشربي. انسي اكرم يا ذكرى. يا ذكرى اكرم البدري عمره ما هيبقى ليكي. افهمي ده كويس قوي. واللي بتعمليه النهارده ده انتي واقفه جنب اكرم. إن اللحظة اللي أنا بقعدها معاكي بيبقى عمرها سنة سنة. شوفي أنت بقى، أنت بقى أبقى عشت بقى، عشت مع سنة سنة. الست ما اتخلقتش عشان تبقى الراجل واحد بس. أنت كده بتظلمي نفسك خالص يا حبيبتي. النهاردة ممكن تتفتح لك كل البيبان بنظرة واحدة بس من الباشا. تركزي وافهمي كويس بدل ما تخسري كل حاجة. هتعملي اللي فيها شريفة انت كمان يا بنتي، يا بنتي خليكي تصبحي. اقعدي
وكويس انه معرفش اللي انتي عملتيه. الرجالة كلها بتوعد بكل حاجة طول ما هما جعانين، بس اول لما بتشبع بتنسى. اطلبي كل اللي انتي عايزاه قبل ما ينسى، فاهمة؟ مفيش حد بيدفع تمن حاجة مسكها بيده. يلا قومي بس يلا. هيعجب الباشا قوي. ايوه اكرم بيه، اجي لحضرتك تاني. خايفه؟ خايفه؟ أنا بختار ليه البنات اللي زيك عشان نظرة الخوف دي، نظرة الخوف من كل حاجة، خصوصا من اللحظة اللي جاية، لحظة تساوي متعة الحياة نفسها، واتمتع باللحظة دي أكتر ما بتمتع بيك. حسن محمد الرسول. الله يرحمك يا شو، كان كل حلمك راجل تحبيه وحبك وتجيبي منه حتة عيل قبل ما العمر يعدي. شفتي بقى الدنيا بتعمل ايه؟ عيلتين من غيرك واب ندل سابه اتكتب باسم واحد غيره، يا ترى بقى الدنيا هتوري ايه تاني؟ وانت بقى سي حسن هتعمل ايه مع ورده؟ مش ناسية حاجة؟ يا سوريا ما قالتلكيش؟ طبعا سوريا أستاذة في إنها تبوظ أي حاجة بريئة. الشيكة كويس قوي إن أنتي ما سمعتيش كلامها وطلبتي، لأن الرقم اللي في الشيك ما كانش هيخطر على بالك أبداً، لأن اللي زيك ما بيعرفش قيمة نفسه، لكن أنا بعرف. خدي الشيك بتاعك حبيبتي.
خيرا. يا ماما جاية هنا ليه؟ عشان تبتع نفسك وتبتع مزاجك؟ مفيش حاجة بتشبهك، مفيش حاجة نظيفة. اهدي ممكن تهدي يا ذكرى لو سمحت. ايه خد يا باشا تمن الهدية اللي اديتها الولية نعمتك، لم واشبع يا واطي يا اخي. بس بقى بس نسيتي نفسك؟ انت بتتكلمي مع اكرم من بدري ليه كده؟ ليه؟ ليه كده؟ تتخليني امد ايدي عليك؟ تتخليني اعمل كده فيكي ليه؟ انا بحبك ما اقصدش تنقطع ايدي اللي اتمدت عليك. حرام عليك. حقك عليا. حقك عليا. اهو اهو حقك عليا. حقك عليا معلش. سوريا يا ريس. صباح الفل. عايزين بضاعة نسدد. هنسدد واحد متأخر وانا كمال اتكلم مع الريس وانت لغايه دلوقتي ما سددتش حاجة. لا هنسدد لك القديم وسلم واستلم. نجيبهم امتى؟ أول ما نستلم على طول عشان مطلوبة منه. والله أستك على الله أشوفك الموضوع مع الريس. الله يبارك لك. فكرة يا ريس. أهلا أهلا. الريس جه. يا ريس صباح الفل. صباح الفل. واحد فول. أني عبد المعطي. تشك ايه يا ريس؟ مين ده يا فكر؟ ده الولد الجديد يا ريس. طب شوف لي قرابه وايه كده. الله يا ريس. وجهز العش. قوم معاك كبير عايزك. على فين؟ بس عايزك اقول لك بعدين. يلا. حلو الفول. عبد المعطي وماله؟ هتعرف دلوقتي. خش. بس انا مش عايز اخش الحمام. انا عارف بس كبير عايزك. مش يا بدهرها فحطيت علي يا راجل مزاجنجي. ايوه ازيك يا حلو؟ انت بتكلمني؟ طبعا. امال هكلم مين؟ انا اسمي لا مؤاخذه عبد المعطي. شايفك يعني ماشي كده تندنجل زي البطه في الحوش. ايه؟ في حاجه ضايعه منك؟ لا مؤاخذه. اصلاني وحيد وكنت عايز اتعرف على الناس كده. اعتبر نفسك من النهارده ما انتش وحيد يا ابو معطي. انت حبيبي. انا جاي الزنا وكنيتي الكبير.
وطبعا ما ينفعش حد يا ابو معتم يا رجالتي يبقى لابس هدومك دي. هنايف لك بدله جديده يا حبيبي. اقلع بقى. اقلع. طب ممكن تقيف لي جلابيه؟ اصل انا متعود اقعد بالجلابيه في البلد كده براحه. انا هجيب لك اللي انت عايزه يا حبيبي. هنا في البلد يا ابو معتم. بس إيه انت كده انت اصلي اللي انت لا لا يا ابو معتم اقلع البنطلون. بنطلون؟ البنطلون يا ابو معتم. لا اصلني اصل مش هينفع اقلع البنطلون. فكر ايه؟ اصلني هقول لا ولازمته ايه البنطلون؟ لا يعني مش هقدر اقلع البنطلون اصل يعني تعالي بس عشان تقول لي الرضا. انت واخديني فين؟ يا حصان تعالي. ايه يا حصان؟ تعالى يا حصان. كفايه عياط وما تعيطيش. انت من الصبح عماله بتعيطي. انت عارفه مامي كانت بتشتغل نفس الشغلانه وانا لما كبرت اشتغلت زيها. حبيت الشغلانه جدا. مش عايزه بقى اقول لك الكلام بتاع المسلسلات اصل الظروف والفقر هما اللي اضطروني. انا اللي اخترت وكان عندي اوبشنز كتيره قوي. كان ممكن اشتغل حاجات كتيره جدا. بس احلى حاجه في الدنيا لما تعملي حاجه انت بتحبيها وعارفه كويس قوي تستفيدي منها ازاي. هتعيشي حياه اجمل ومبسوطه اكتر. صدقيني اللي حصل خلاص. الطريق ده انت اتحطيتي فيه. لازم بقى تتعلمي ازاي تستفيدي منه. تستفيدي من الدنيا بكل حاجه. الرجاله كلها عينه واحده. اهم حاجه فيهم فلوسهم. اللي عملتيه ده تمنه غالي قوي. اوعي تسيبيه. اوعي. فاتن علي هو انت ازاي مش مع الناس في الاجتماع؟ ماليش فيه. هو ايه اللي مالكش فيه؟ ده انا توقعت انك هتبقى اول واحد في الاجتماع بتاع الاضراب. ده انت اللي خليت الساكتين يتكلموا يا علي. الحمد لله اني خليتهم يتكلموا. انا اسف يا فاتن. اسف على الطريقه اللي كلمتك بيها. يا علي مفيش داعي تكرر اسفك. انت اعتذرت من وقتها. انا عمري ما كنت سخيف كده. لو سمحت ما تعتذرش. انا اصلا ما بعرفش ازعل منك. طب خش لهم على الاجتماع وسدي مكاني ولو حد اتكلم عليا سكتيه. ماشي. رايحه فين؟ في عرضك يا اكرم بيه. سيبني في حالي. بقول لك رايحه فين؟ رايحه مطرح ما رايحه ما عادتش فارقه. طب ممكن تسمعيني؟ سمعتك كتير يا اكرم بيه وفي كل مره كنت بخسر فيها حاجه. خلاص ما عادش عندي حاجه تانية عشان اخسرها. اعتبر ان دي اخر مره هتسمعيني فيها. انا عارف ان انت مكنتش متوقع انك تشوفيني ولو قلتي قد اللي انت قلتيه ده مليون مره. حقك. صدقيني انا مش زي ما انت متصوراني. بس غصب عني صدقيني ما كانش في حاجه في ايدي اقدر اعملها. الواحد بيلاقي نفسه مضطر انه يعمل حاجات مش حاببها مش حاسسها مش عايزها وفي اغلب الاوقات بتبقى ضد مبادئه. بس بيلاقي نفسه مضطر انه يعملها غصب عنه مجبر. ذكرى اصل انت ما تعرفيش الباشا. الباشا اسمعيني اوعي يغرك اللي انا فيه. انا واللي زيي اسمنا رجال اعمال اه بس احنا في الحقيقة مجرد ورق كوتشينا معفن بيلعب بيه بالليل على ترابيزته وهو اللي بيحدد مين الكارت اللي كسبان ومين الكارت اللي يتحرق. ده غير ان هو كمان انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي انت يا اكرم بيه بتقولي كلام كتير مش فاهمة منه حاجة. والله ما فاهمة منه حاجة.
ذنبك انك بتحبيني. بصيني، انت بتحبيني يا ذكرى، وانا كمان بحبك. احنا الاثنين بنحب بعض، واللي بيحب لازم يضحي عشان اللي بيحب. انا ضحيت، انت بقى ضحي بيه ولا اي حاجه؟ مين قالك ضحيت؟ ضحيت باحساسي. انا كنت بتقطع وانت بيحصل معاكي كده، ده مجرد الصوره بس تعدي من على خيالك. الصوره لما بتعدي في خيالك، واللي انا حسيته والطعم اللي دقته في بقي، حسيته دقته وانت هتقدر تبص لي ازاي بعد كده؟ انت شايفني ازاي؟ شايفني ازاي؟ هسامحك، انسي اللي فات. تخيلي اول مره قابلتيني فيها، افتكري من هنا وانا هنسى كل حاجه، هنسى كل اللي انت عملتيه، مش هفتكره تاني. نبتدي مع بعض صفحه جديده، لازم نسامح عشان نعرف نعيش. صح، صدقيني انا مش هسيبك تاني. كده تقدر تزود الباور زي ما انت عايز. هي المعادله سهله بس انت مش مركز. ركز شويه علشان الموضوع دوت لو فلت منك هيبوظ حاجات كتير. اوكي بقولك يلا اتفضل. انت عايز الدكتور في حاجه؟ وحشتيني بجد. لو ما كناش في الكليه كنت وريتك وحشتيني ازاي. سوري طبعا ان انا شاورت لك قدام الطلبه، انت عارفه الظروف. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ لا مفيش مشكله، انت كمان وحشتني قوي على فكره. عايزه اقعد اتكلم معاك. وانا عايز اتكلم معاك قوي بس انا دلوقتي مش فاضي خالص. معاك يا قلم؟ لا اسمعني. ينفع دعني من بيتي. دكتور هنتقابل فيه ونقول كل اللي احنا عايزينه براحتنا، ولو حابه كمان ممكن تسميه بيتنا. انا عايزه ابوسك بالليل. اوكي. ازيك يا بلوزه؟ اهلا وسهلا. ما شفتش عزوز؟ لا 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 ما شفتوش. ازيك يا عم سعد؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا ناديه يا بنتي؟ حرمانه ليه من حاجتك الحلوه دي من زمان؟ معلش بقى يا عم سعد، ما انت عارف الظروف. بقولك ايه؟ ما شفتش عزوز؟ بقالي شويه بدور عليه ومش لاقيه. لا عزوز ما جاش النهارده، ما اتصلش، مش عارف عامل مع ايه. ماشي يا عم سعد، متشكره قوي. تحب اقول له حاجه لما يجي؟ لا تشكر يا عم سعد. ايه يا ابني؟ ايه العجاب؟ تهرب منها ليه؟ مش بيدي والله يا عم سعد. ولو عليا ما نزلش عيني من عليها خالص. بس الظروف بقى. ظروف ايه دي يا ابني؟ ظروف ايه اللي تخليك تسيب بنت زي القمر كده؟ جمال وذوق وتربيه. انت لو وفيت على كعوب رجليك مش هتلاقي واحده زيها. انا قلت لك الظروف وحسن اخويا واقف بيناتنا. معاه حق.
ليه يجوز اخته لواحد زيي؟ لا مال ولا اهل. واحد قاعد بيستني الموت في اي لحظه. ما تصارحها يا ابني بظروفك اني تقف جنبك. ما عادش له عوزه خلاص يا عم سعد. الكلام ده هيودي وانا هجيب. وحسن كلامه صح. نادية تستاهل احسن مني بكتير. يا عم سعد نادية لو فضلت معايا هتتأذي. وانا ما ارضلهاش بالاذى ابدا. تعرف ليه؟ عشان نادية دي حبيبتي. ما تحملش نفسك فوق طاقتك. انت ما اخترتش ظروفك عشان تحاسب نفسك عليها. مش يمكن تكون نادية دي الحاجة الحلوة اللي اتوجدت في حياتك عشان تخفف عنك. ما تخسرهاش يا عزوز. ما تخسرهاش. عشان ما ترجعش تقول يا ريت اللي جرى مكان. فكر يا عزوز. فكر. تعالى يا عم جمعة أنا هنا. خير؟ خير يا بنتي في إيه؟ معلش. حد حصل له حاجة؟ لا الحمد لله معلش. أنا كلمتك وقلقتك. لا لا ولا يهمك، بس قولي لي إيه اللي حصل؟ حسن اتغير معايا قوي يا عم جمعة. يا بنتي يا بنتي ما هو لازم يتغير. حسن دلوقتي بيشتغل وبيسافر وبيقابل ناس عمره في حياته ما كان يتخيل إنه هيقابلهم إلا من بعيد لبعيد. حسن اتبدل خالص، بينسى مواعيدنا، بينسى الحاجات الحلوة اللي عمرها من عمري وعمره يا عم جمعة. مش يمكن انتي مكبرة الحكاية شوية؟ أنا مش مكبرها ولا حاجة. أنا أول مرة أحس وأنا معاه إن هو عاوز الوقت يجري عشان يرجع على مصر. حتى لما بتصل بيه مبقاش يرد عليا زي الأول، على طول قاعد معايا سرحان كأنه مغصوب إن هو يقعد معايا. متكونيش غيرانة من شغله، هما زي ما بيقولوا الشغل ضرة. وانت يعني حسن سنين طويلة قوي قدامك ما تنقلش. دلوقتي بقى ما بتشوفوش غير يوم اجازته، وما بيتصلش بيكي غير لما ظروفه تسمح بالحكاية دي. ما تحسسنيش ان انا ما اعرفش حسن، وما تحسسنيش كمان ان انت ما انتش حاسس ان هو اتغير. واضح ان عم الجمعة بقى بيبان عليه ما بيعرفش يكتب. زي ما اكون عايز اطلعك غلطان وخلاص، لاني خايف. خايف لا يطلع كلامك صح. يعني انا صح؟ حسن بيبعد. حسن بيبعد مش لما سافر القاهره بس، لا حسن بيبعد من ساعه ما ابوه مات. الموت بيخلي البني ادم يخاف. طب انا كمان ابويا مات، مش الرشيدي ده ابويا؟ طب اعمل ايه؟ طب هو خايف من ايه يا عم جمعة؟ خايف من حاجات كتير قوي. بالك الراجل مننا طول ما ابوه عايش بيعيش حياته بالطول وبالعرض، حاسس ان في حد في ظهره سند لو الدنيا غدرت بيه. انما بقى اول ما ابوه يموت بيخاف، بيخاف قوي. حتى لو قعد تحت سقف ظهره والناس كلها حواليه. طب والعمل؟ احنا هنعمل ايه يا عم جمعة؟ برنس خير يا صالح. عايز ايه؟ حابب ابلغ سعادتك اننا جاهزين للتحرك. كلمت حسن؟ ايه؟ بكلم نفسي؟ ما ترد، كلمته ولا ما كلمتوش؟ كلمته يا اكسلانس. انا بس في حاجه صغننه عايز اكلم سعادتك فيها بخصوصه. اوكي خير، قول يا صالح في ايه؟ معاليك مش شايف ان الولد ده اخد اكبر من حجمه؟ لازق لنا في الرايحه والجايه من غير مناسبه، ده غير انه حلنجي ومحاولاته المستمره لكسب رضا سعادتك بقت مفضوحه قوي. اه غيرة النسوان والحركات الخايبة دي ما تركبش معايا. وبعدين حسن اللي انت بتقول عليه حلنجي وقرفان منه، عمل اللي انت معرفتش تعمله. فاكر ولا فكرك؟ اكسلانس انا قلقان على سعادتك. قلقان على سعادتي؟ انت مش قلقان على سعادتي يا حبيبي، انت قلقان على سعادتك. خايف لحسن يجي يطيرك وياخد مكانك، فقلت تيجي ترزعه المهموز السليم عندي عشان تطيره ويفضلك الجو.
لاخر مره بحذرك يا صالح، اوعى تجري ورا دماغك في الموضوع ده، فاهمني؟ واوعى تفكر مجرد تفكير ان انا مخليك بتشتغل معايا عشان انت شاطر لا سمح الله ومفيش غيرك، مفهوم؟ مش عارف انا اللي ظلمت نفسي ولا الدنيا اللي ظلمتني، بس انا حاسه ان اكرم بيحبني واكيد هيجي يوم يتجوزني. اكرم بقى اتاخر شويه فقال لي عدى على ستي في الكوافير. ما هو كلمني وقال لي في التليفون. هو انت يا حسن مبسوط في الشغل مع اكرم بيه؟ يعني اهو الحمد لله ماشي. لا مؤاخذه بعد اذنك. ماشي. الو. ايوه سي حسن، انت فين؟ الواد تعبان قوي ومسفر ومصيص على الاخر وانا مش عارفه اعمل ايه. ماله فيه؟ طب شوفي له دكتور بس لحد ما اجي لك، اخلص بس الشغل واجي على طول. تصرفي معلش. ماشي يا سي حسن، ما تعوقش من النبي. سلام. ايوه في ايه؟ لا ابدا مفيش، يعني حد معرفه كده ابنه تعبان شويه. طب وانت ليه مش عايز تروح؟ لا مفيش، انا اخلص شغله وبعد كده بروح. وافرض بقى الحاله خطره، هتلبسني بقى الذنب ولا ايه؟ يلا زمان اروح المشوار ده بسرعه ونرجع. بس ما يصحش يا مدام. يلا انت مش قلت اكرم هيتاخر؟ يلا روح على طريقك. يلا استنى يا حسن. يا مدام ما كانش لازم تنزلي من العربيه، تعبي نفسك ليه؟ يعني اسيبك لوحدك وبعدين انا خفت اقعد في العربيه لوحدي. السلام عليكم. ده بقول لك عايزين بس دكتور يكشف على الولد تعبان قوي. الناس دي كلها متاخرين وعايزين يكشفوا. معلش اصل هو تعبان شويه. طب هو حالته خطر قوي يعني؟ شويه. حاضر ثانيه واحده بس هقول للدكتور دلوقتي يشوف. اتفضلوا استريحوا. هاتي حسن الواد. ما يصحش يعني ما يصحش ايه؟ هاته بس. خمس دقايق وانا خارج. سخن مولع. ربنا يستر. مش كنا رحنا مستشفى خصوصي احسن؟ على الاقل نلاقي دكتور كبير ولا مشهور. يا مدام انا ما اعرفش دكاتره. بعدين انا برتاح في المستوصف ده. وهو كمان اتولد فيه. بس مش شبهك خالص يا حسن. الظاهر انت كنت بتحب امه قوي عشان كده طلع شبهها مش شبهك. اللي انت شفتيها من شويه دي خالته وانا بقى زي ابوه. خالته؟ ايوه. بس الكلام ده محدش يعرفه غير انا وامه الله يرحمها وبس. يا حرام، يعني الواد يتيم لا ابو ولا ام؟ خلي بالك يا مدام. على حسن شكلي هقع. ما تبقيش. انا مش عارف اقول لسيادتك ايه بجد على اللي عملتيه معايا النهارده. تقول ايه بس يا حسن؟ اي حد مكاني كان لازم يعمل كده. ربنا يخليك تعبتك معايا معلش. بس تصدق انا مستغرباك. وانت ما خفتش يا حسن؟ خفت. ولا مؤاخذه اخاف من ايه؟ يعني في يوم من الايام حكايه الواد ده ممكن تتعرف. وبعدين هو انت مش هتتجوز، هتقول لاهل العروسه ايه بقى؟ معرفش بقى. بس هم الله يرحمها ما كانش ليها غيري تتسند عليه. ولاد الصغير ده ذنبه ايه؟ مش حرام؟ النبي عندك حق. بس برضه انت لما قلت لي الواد زي ابني افتكرت انك بتصرف عليه بتربيه، لكن تكتبه باسمك وانت ما كانش عندك طريقه تانية. طريقه تانية كنت اعمل ايه؟ ارميه في الشارع عشان الناس تقول عليه ابن حرام وملوش اب، ولا ارميه في الملجا؟ ما حرام. طب والواد لما يكبر هتقول له حاسب الميه يا جدع؟ حاسب يا عم. الواد بقى لما يكبر هتقوله على الحقيقه ولا هتخليه على عماه؟ انا كل همي دلوقتي الواد يكبر يبقى زي الفل. لما يكبر بقى معرفش اقول له ايه. بعدين الدنيا علمتني الحياه سلف ودين. لما حد يحتاج لك ويسند عليك ما تسيبوش يقع عشان ما كده تلاقي اللي تسند عليه، مش كده؟ النبي عندك حق. انا مؤاخذه في السؤال على مدام. هو انت اسكندرانيه؟ ايوه اسكندرانيه. انا كمان اسكندراني من محرم بيه. ايوه بس انت في حته انضف مني بكتير. انا بقى يا سيدي من كوم الدكه. هات ايدك كوم الدكه. ايوه والنبي يا مدام ما تريقيش عليا. ايوه يا حسن
طب والمرسى ابو الحباسه اللي نكون الدك بتتكلم جد؟ ايوه. الصلاه على النبي اتفضلي يا مدام. ايوه قلت من كوم الدكة. ليه؟ ده انت اللي تركب ورا. تمام معاليك؟ تمام، بس انت اتأخرت شوية. على العموم مش مهم، خلي البهوات اللي برا يبدأوا في الإجراءات بأسرع ما يمكن. طب في حد معاليك هتستبعده من التقسيم ولا كل نال الرضا؟ جزيرة أمون جزيرة كبيرة قوي، مفيش حد فيهم يقدر يشيلها لوحده ولو حتى اتنين مع بعض. دي مش أرض صغيرة، دي بلد تانية، والجماعة دول يعملوا أسياد على البلد لكن يبلكوها لا 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 لا، لسه بدري قوي عليهم. طب بالنسبة لأكرم البدري معاليك معانا في التقسيم؟ ما انت قلت لي الكل وانا ما علقتش. فكر بعقلك، لو بصيت كويس هتلاقي في 100 تفصيله ممكن تتطور للاحسن. صح، كل يوم بتعلم منك حاجه. قول لي بقى ايه اكتر حاجه عجبك في المشروع؟ والله يا باشا انا شايف ان كل حاجه حلوه، يعني مساحات مفتوحه، النيل بيبص من كل ناحيه، حاجه يعني سحر. الاهم من كده يا حسن انها منطقه بكر بقالها 7000 سنه ما حدش ساكنها، يعني العالم كله هيبقى مهووس انه يجي يعيش اللحظه دي هنا في المكان ده. صح، بس يعني لا مؤاخذه في السؤال، الشركة اللي مع سعادتك شايفين المشروع زيك كده؟ تصور يا ابو علي شايفينه اكبر من اللي في خيالي. تفتكر دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ والله يا باشا انا شايف اللي خياله اكبر من خيال اكرم باشا يبقى اكيد حسبها غلط من الاول، في حاجه مش مظبوطه. برافو عليك يا حسن، كنت هزعل قوي لو قلت لي طالما المصلحه مشتركه تبقى حاجه كويسه. بس اهم حاجه نحط كل طوبه في مكانها، لا طوبه تزيد توحش شكلها ولا طوبه تقل تعمل لها انهيار. هو انت اسم ايه؟ مدني ولا ميكانيك؟ اسم المنشيه. تعالي يا زوزو، تعالي عادي. واحنا نفضل قاعدين في البيت كده على طول؟ حبيبتي وانت عارفه انا قايل لك دي سفريه شغل مش سفريه فسحه. ايوه بس انت قلت لي ان احنا جايين نتفسح ونغير جو. حصل، بس يعني الفسحه بعد الشغل حتى يبقى لها طعم، مش كده ولا ايه يا حسن؟ اكرم انا زهقت. طيب خلاص يا حسن، خدها فرجها على النيل، مشيها حوالين المزرعه لغايه لما اخلص كام تليفون شغل كده. ماشي يا باشا. مبسوطه؟ اتفضل. اتفضل يا مدام. انا لازم امشي. اتفضل. تعرف يا حسن نفسي الف الدنيا دي كلها حته حته، نفسي اسافر واعرف ناس كتير واتكلم لغات، نفسي اعمل حاجات كتيره قوي عمري ما شفتها. غريبه، وانت ما سافرتيش قبل كده؟ ده لما مؤاخذه يعني كنت فاكر يعني مقطع نفسك سفر. سافرت ورحت وجيت. لا خالص، في حاجات كتير بتبان عكس حقيقتها. انا يا حسن ما عرفتش غير المكان اللي اتولدت فيه، مكان بسيط كل حاجه فيه متكرره، عشان كده بقول لك انا نفسي اعوض كل اللي فات، وانا فات كتير قوي. زمان وانا صغيره اكتر حاجه بفتكرها ابويا لما كان بياخدني ويمشيني علشان طلع سفره. ايوه على اسكندريه وبحر اسكندريه. كنت اول ما رجليا بتلمس الرمله الدافيه والهواء يطير شعري كنت ببقى طايره من جوايا من فرحه. طب ما احنا لسه فيها والبحر موجود، تقدري تروحي له في اي وقت. البحر لسه موجود بس اللي كان بيبقى معايا خلاص ما بقاش موجود. ابويا مات يا حسن، عشان كده انا بقى فوت من البحر بحس ان في حاجه ناقصه. صح، انا كمان بقيت حاسس ان بحر اسكندريه ما بقاش زي زمان. زمان كان بيطمنا وبيضحك لنا، حتى هو بيهزر معانا ساعه النوى وبيغرقنا واحنا واقفين على سور الكورنيش. دلوقتي بقى في حاجه ناقصه، غالبا لما حد بيروح مننا بياخد حاجه من ايامنا الحلوه معاه. عندك حق. سوري يا اكرم انا ما اتحركتش من القاهره اصلا،
بس على العموم يعني الحكايه مش مستاهله. تليفون كفايه. كفايه؟ كفايه على ايه بالظبط؟ الباشا امر انك تخرج بره تقسيمه امون. الو اكرم انت معايا؟ ايه اللي حصل يا عمر؟ انا كنت فاكر ان الحكايه خلصت خلاص. حكايه ايه؟ الموضوع ما فيهوش حكايات. انت عارف الباشا اكرم. ما هو عشان انا عارف الباشا افتكرت ان الهديه اللي اديتها له خلاص خليته يرضى عني. هو قال لي غير كده؟ لا طبعا بالعكس، انت كان مبسوط منها جدا ومنك انت كمان. امال ايه؟ امون لا ليه؟ كفايه لحد كده يا اكرم، انا قلت بس ابلغك. هو انا لحد امتى هفضل ساكت وهو بيوزع مشاريع على ناس بهايم ما تستاهلش عشان دماغه حاطه في الشمال؟ هفضل ساكت لغايه امتى؟ حاسب على كلامك يا اكرم، وعشان انا عارفك كويس انا مش هقول له اللي اتقال ده. رضا الباشا مش هديه، رضا الباشا انك تسمع كلامه وتنفذ اوامره من غير. وانت بتشرب سجاير من زمان؟ اه مش من زمان قوي، من ساعه ابويا الله يرحمه. انت عارف ان انا عمري ما شربت سجاير؟ دي حلوه قوي. وبحياتي ما في سجاير، بحب ريحتها. ده اسمه تنفيخ، خديه على صدرك كده. اخدها على صدري ازاي؟ كده كده؟ يا دخل الدخان في بقي وبعدين؟ هات هات بلاش. اخسى عليك يا حسن. ايه ده؟ انت عارفه زمان ايام الجامعه كان دايما بيطلعوا رحلات الاقصر واسوان. كل سنه كان نفسي اطلعها بس ما بعرفش اطلعها، اقول معلش السنه الجايه، والسنه اللي بعديها اقول السنه اللي جايه، لحد في الاخر ما اتخرجت من الجامعه وفي الاخر ما سافرتش الاقصر واسوان. انت درست في الجامعه يا حسن؟ اه طبعا. درست ايه؟ هندسه. ايه ده يعني انت باش مهندس؟ اه السابقه. طب وليه ما اشتغلتش في الحاجه اللي انت عارفها ودارسها؟ يعني لقيت نفسي بعرف اعمل حاجات كتير قوي بحبها. تعرف ان انا من اول مره شفتك وانا مش فاهماك يعني. هو انت بتشتغل مع اكرم ايه؟ يعني ممكن تقولي كده معاه. معاه؟ اصل انت مش فاهمني. اللي انا اعرفه عن اكرم ان هو ما بيثقش في حد خالص، بس انا حاسه ان هو بيثق فيك جدا، عشان كده دايما بياخدك في مشاوره الخاصه. انت اشتغلت معاه ازاي؟ انا كنت بشتغل في مصنع من مصانعه لحد ما خلصت له مره شغلانه فبصل فخلاني جنبه. يعني سكرتيره الخاص، دراعه اليمين يعني. والشمال كمان. اه صدري وجعني من السجاير. قلت بتشرب السجاير ازاي؟ كده كده. هتقفل ايه بقى ما خلاص؟ ايه يا عم اكرم؟ على الاقل انت كنت داخل وخرجت. انما احنا ما دخلناش اصلا. وبعدين برضو الباشا وليه نعملنا؟ ولا ايه نعم؟ ما خلاص هيطرد من الجنه خلاص. جنه؟ جنه ايه؟ هو كان في جنه اصلا عشان اطرد منها؟ يا حبيبي ادم خرج من الجنه بوسوسه من ابليس. دي مش شطاره ولا قوه من ابليس، ده ضعف من ادم عشان سكت وسمع الكلام. انا بقى مش هعمل كده. انت دماغك فضه ولا ايه يا اكرم؟ اوعى تكون بتفكر تلعب مع الباشا. اللي حصل حصل وخلاص. اعتبرها زي واحده جايين يغتصبوها، هيغتصبوها يغتصبوها. يبقى احسن لها بدل ما تقاوم تنبسط. لسه يا حبيبي لسه الانبساط جاي، المتعه لسه جايه. برافو كده احلى بكتير. عجبتك؟ قوي. مش شايف ان الفستان عريان شويه؟ عادي، احنا ايه كلاس؟ الاي كلاس دايما بيلبسوا كده، صح يا ابو علي؟ صح. اه الاي كلاس دايما كده، ده في ناس ما بيلبسوش اساسا. تعالى اعرفك باصحابي. ده بقى جو شلقاني. ايه يا اكرم؟ انت نسيتني ولا ايه؟ وده الاتش المنبوذ قاعد لوحده هناك. ذكرى. اهلا وسهلا. كاسك ايه بقى يا حلوه؟ عشان انا هعمله لك بايديا. حبيبي. لا انا ما بشربش. هي ما بتشربش. انا اللي بشرب. بشرب كتير قوي. حسن تقدر تريح انت بره وانا لو احتاجتك هكلمك. انا جنبك شلو يعني احتاجت اي حاجه؟ لا 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 خليك بره في الهوا فريش يا حسن فريش. يلا ناخد كاساتنا.
يا اتش يا منبوز حبيبي قعد لوحدك ليه؟ لا ده انت مش طبيعي بقى. انت يا عم انت ده انت مش هنا كمان، ده انت عيان وماكشف عليك اشوف حكايتك ايه. قوم. ولا حكاية ولا حاجة. ازاي ده احنا من ساعة ما قعدنا ما قلتش ولا كلمة. انت مش علي اللي انا اعرفه. ولا انا اعرفه. في يا علي؟ انت زعلان عشان ما حضرتش اجتماع امبارح؟ اجتماع ايه؟ اجتماع الاضراب. اللي سيادتك فضلت تهلل، الفساد، الفقر، لفيت على جميع الفضائيات، وعديت كل زمايلك، وفي الاخر هم خدوا خطوة ايجابية وسيادتك خلعت. حد بيقول لي ان كلامي كله خطب، واني لما عاوز اشتغل اشتغل وانا ساكت من غير مشاكل. فاكره؟ اه فاكره. كنت انا علي، وكنت واثق وانا بقول لك كده انك عمرك ما هتسمع كلامي. لا بس انا دلوقتي هعمل كده، بنفذ كل حرف. انا مش هخوض اي حرب انا ماليش فيها، ولا هعمل اي حاجه كده. عشان كده أنا قررت أستقيل. تستقيل؟ تستقيل. وبكرة خلاص كفاية طب علي، أنا هكتب وبس. علي إحنا مش كنا حسمنا الموضوع دوت؟ وقلت لك انا هسلفك لغايه ما تنشر القصه بتاعتك، وبلاش بقى كل شويه اسيب الطب وارجع للطب. يا علي هسيبه لازم، ده قرار. وانت معجب بكلمه ده قرار؟ كل شويه ده قرار ده قرار. علي يا حبيبي في حاجات مش لازم نحسمها دلوقتي، ممكن نسيبها شويه وبعدين نرجع لها، وفي حاجات مش شرط نرجع لها خالص. فاهم يا علي؟ ايه عشان افشل كويس؟ ما بتكلمش عن الفشل والنجاح، بتكلم المشاكل ما ينفعش نتعامل معاها قفش. مش هتعرف تطلع خطوه لقدام ولا ترجع ورا، لانك قطعت على نفسك الطريق. والنبي يا دكتور بلاش الكلام الايجابي، كلام التشجيع ده، ده مش ليك، لحد تاني. ولسه هتعجبك اكتر، لسه اللي جاي احلى. يا ريت. هو في احلى من كده؟ لا في، في يا شلاني، في لما تشوفوا الباشا بتاعكم وهو مكسور مذلول ندمان بيعيط. عارفين هيعيط ليه؟ عشان فكر بس انه يعادي اكرم البدري. خد بالك الباشا ممكن يضيعك من غير ما تحس. ده كان زمان. اصل الباشا بيبقى فرحان قوي واحنا ملمومين كده تحت رجليه، هو يقول واحنا نسمع. بس نسمع ايه بقى؟ نسمع اللي هو قاصد يسمعه لنا. انما كلامه مع اصحابك اللي بره، ها، متصور انه ما وصلش لحد. أفهمك أنا يا حبيبي. أنا ما بشربش. مكالمات الباشا مع رجالة أمريكا وإسرائيل كلها متسجلة عندي وبالتواريخ. كده كتير يا أكرم، لو هتفضل تهرتل هنقوم نمشي. ليه يا عم بس هتروم تمشي ليه؟ ده القعدة لسه هتحلو يا رجالة. أكرم. ظهري صاحبك اللي هتم في ايه؟ الله صاحبك اكرم. اكرم حفنه، اكرم البدري. اكرم صاحبك عمال يلمس جسمي. بس بقى سايب النكت في البيت هتنكدي عليا هنا. انا جاي احتفل. هو انت يا اكرم جاي تعمل حفله عليا؟ انت نسيتني مين ولا ايه؟
نسيت انا مين؟ يا عم بس تحب اقول لك انا يا حلوه انت مين؟ اكرم. اقول لك انت مين؟ ذكرى لما تعرفت عليها يا جماعه كانت مجرد بياعة حقيرة في محل ملابس. اكرم انت في ايه؟ لا حقيرة، لا حقيرة. طبعا ما صدقتش نفسها لما انا اكرم البدري قلت لها هخرج معاكي. لا وايه؟ كانت بتيجي تقابلني بالفساتين سرقاها من المحل. والله طلع التيكت في ايدي كده، مش انت ما شفتيهوش، انا بس اللي شفته. التيكت طلع في ايدي يا جدعان. لا وايه؟ وهي متصوره ان انا مصدق ان دي لبسها فعلا، مش كده برضه ولا ايه؟ وبمكالمه واحده يا شلقاني لصاحبه المحل بقت في الشارع. طبعا. بس اعمل ايه في قلب الحنين؟ اعمل ايه؟ اقطعه؟ اقطعه من هنا؟ طول عمرك حنين. مدت لها ايدي. ايه وقع؟ ابعد عني. مدت لها ايدي وخدتها في حضني. مش خدت في حضني ولا ما خدتش في حضني؟ خدت. ها؟ ينفع كده؟ لا طبعا. عرفت يا حلوه بقى انت مين؟ وانا مين؟ ايه ده؟ تليفون يا شرقان. طلعت التاريخ يا نونو. اوعى اوعى يا جدع تدوروا في حسن. انت كلمت حسن؟ هجيبك يا حسن، هجيبك وحياة امي لا تخسر. حجيبك. ماشي يا باشمهندس، ألف شكر، أنا هتصرف. مع السلامة. خير يا أبو علي. أكرم الزفت بنت ابني بالسرقة من الكلب. أنا كنت عارف إني أعمل حاجة بس مش توصل لكده يعني. أنا أسرق؟ أنا طول عمري عايشة باليمين، حتى يوم ما فكرت أوقف له الشحنة رجعتها له تاني. وكل ده ليه؟ عشان اثبت حقي مش اكتر، مش عايز حاجه تاني. ده اكرم البدري يا جدع، يعني ايده مفيش اطول منها. وانا انا عملت ايه؟ انا عملت اللي اي حد مكاني كان هيعمله. مفيش راجل يقبلها على نفسه ابدا يا زكي. يا عم انت مالك ومالك؟ الموضوع خلص، هي حرب وقامت، وطالما هو اللي ابتدى محدش بقى يسالني عنه. اسمع كلامي يا صاحبي، انفت بجلدك. طالما سرقك يبقى هيقلب عليك اسكندريه من المعموره للقلعه. ان شاف ان ده حل يا زكي، يعني هروح فين؟ احنا دلوقتي بندور على حل. فتش لي يا ابني المركب دي. مين فيكم حسن الرشيد؟ انا يا باشا حسن. في حاجه؟ انت شغال على المركب دي؟ انا يا باشا انا اللي بصلحها. ماشي هنشوف دلوقتي في ايه. اوبا، دي بقى جايبينها من دولابك ولا جايبينها معانا؟ انا ما اعرفش حاجه عن الشنطه دي. بقول لك ايه، انا مش عايز صداع، وفر الكلمتين بتوعك دولهم في التحقيق. هاتوه. خدوه فين يا باشا؟ قلتها لك زمان يا صاحبي، البحر موجة عالي وكان لازم حد يطاطي. ده انا زكي. اذا كنت انت بعت نفسك يا صاحبي انا مش هبيعك. صح كده. اتمنى تكون عارف انت بتعمل ايه يا اكرم بيه. خليك في حالك، مالكش دعوه باللي انا بعمله. ركز انت في اللي انت بتعمله عشان انت مهمتك صعبه ما هيش سهله. احنا الاتنين دلوقتي في مركب واحد. انت عارف تسجيلات زي دي ممكن تقضي على كام واحد غير الباشا؟ في كائنات واشخاص تانيه ممكن تنهار، ودول بقى ودول مش هيعملوا اكتر من اللي ممكن يعمله الباشا. والمفروض انك عارف كده كويس. اخلص. اللي حضرتك طلبته. تمام.
تمام جدا، تمام قوي. دي عينة بسيطة من اللي عندي، وما خفي كان أعظم. أنا واثق. طب والسعر؟ في حاجة أهم من السعر لازم نتفق عليها. يا ابني ما قلت لك ما تقلقش، كل حاجة معمول حسابها. أنت مش واقف بتتكلم مع حد صغير، عيب. حتى لو معمول حسابها، إذا حصل واتعرف إن سيادتك ورا التسريبات دي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أو تحت أي ظرف من الظروف إنك تقول على مصدرك. اعرض سعرك وأنت ساكت، وبلاش تقول كلام يزعلني، عشان أنا لما بزعل بزعل قوي. اتغيرت كتير. I forget your name. اسمك ايه؟ ذكرى يا باشا. ذكرى. اقعدي اقعدي. انا كنت متاكد انك جايه. ما هو مش معقول هتقدري تستحملي ولد زي اكرم كتير. زعلك جامد مش كده؟ غبي. ما يعرفش يحافظ على اللي بين ايديه. انا مش جاي عشان حاجه تخصني يا باشا، انا جاي عشان حاجه تخص حضرتك. تخصني انا ازاي؟ سمعت يعني ان اكرم عايز يأذيك. سمعته يعني بيقول انه مسجل مكالمات بصوت حضرتك وعايز ينشرها على النت، يعني على الكمبيوتر. عنده مكالمات وبصوتي انا؟ او النعمة يا باشا، ده انا حتى سمعته بيقول ان حضرتك بتكلم جماعه كده من بلاد بره، من امريكان يعني ولا اسرائيليين مش فاكره يعني، عشان كده انا حسيت يعني في طريقه كلامه ان هو ناوي على الشر، فقلت يعني اجي لحضرتك واقول لك عشان يكون بيضرك ولا حاجه. وانتي بقى جيتي جري عشان تحذريني؟ خوف عليا ولا كره في اكرم؟ لا 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 يا باشا، انا دخلت الدنيا على ايد حضرتك، وانت ساعدتني كتير اكتر ما كنت اتخيل، وانا ما بكرهش في حياتي قد اللي بيعض الايد اللي بتتبدله، وانت ايدك ليها افضل عليا وعلى ناس كتير، ما ينفعش يعني واحد زي اكرم ده يضر سعادتك. ازيك يا بابا؟ اتفضل يا حبيبتي. ازيك يا دكتور عادل؟ الحمد لله. ازيك يا بابا؟ هو انت بتيجي هنا برضو؟ اتفضلي. ولا مستنيه حاجه؟ مستنيه منى زميلتي، قلت انا وهي نيجي نتغدى هنا يعني، اصل انا وحسن كنا مش متعودين نيجي هنا دايما، هنا او في المنتزه. ممكن تستنيها هنا؟ اتفضلي. شكرا. تشربي ايه؟ لا ولا حاجه، شكرا. مالك يا ولد، في حاجه؟ لا ابدا خالص. وحضرتك عامل ايه بقى في الكتاب؟ عامل بنصيحتك. ورد قال لي حاجه ممكن اعملها اني اسمعك. قولي في ايه؟ حسن، حياتك بتلف وتدور حوالين حسن. أنا مش فاهمة أنت تقصد إيه بالظبط. بحس اللي بيبسطك أو يزعلك أو تعملي أي حاجة في حياتك هو حبك لحسن، ودي مش حاجة وحشة، بس أنا متأكد إن هو عنده حاجات تانية بيشتغل بيها
اما انت مش قادره تطلعي بره حسن، حياتك كلها حسن وده غلط. غلط ليه؟ انا اتولدت وعيت على الدنيا ما لقيتش قدامي غير حسن. حسن ده هو اللي علمني يعني ايه احب واتحب. كل حاجه حلوه عشتها مع حسن. انا عايشه بكلمته وضحكته وحنيته معايا. عمره ما حسسني ابدا ان في حد ممكن يملى حياته غيره. حسن ده روحي. انا عايشه علشان وهو عايش علشان. ربنا يخليكم لبعض. تفضلي تفضلي يا ذكرى هاني. خش خش. مبروك على الفيلا هايله مش كده؟ بس دي اكبر من فيله الباشا. نادرا لما الباشا بيعمل كده مع حد. انا مش اي حد. بس دي حاجه المفروض تقلقك ما تطمنكيش، لانك لازم تحافظي على اللي وصلتي له مع الباشا واللي لسه هتوصلي له. لازم تقدري كل حاجه هتعمليها وتحسبي كل كلمه هتقوليها في وجوده وفي عدم وجوده. انا فاهمه ما تقلقش. سواء قعدت عليكي بكره الساعه 11 بالليل ولو ما كنتيش جاهزه في الميعاد اتطردتي من جنته. سيبك انا بقى عشان تلحقي تجهزي. سلام يا حلو.
عقيل. طيب هو في حد زعله؟ محدش مزعله، هو اللي مزعل نفسه وفاهم انه كده بيصالحها. يصلي راح فين؟ طيب يا دكتور، هو بيحبك جدا وبيحترمك، ليه مش قادر تأثر عليه بس؟ علي مش صغير عشان أأثر عليه. بعدين انت عايزني اضغط عليه عشان يستمر في الطب؟ ما ينفعش. علي، هو انت بجد هتستقيل؟ لا. نعم، هستمر في الطب. ايه حكايتك يا ابني؟ في ايه؟ في ايه يا دكتور؟ هو انت عايزه يمشي بجد بقى ولا ايه؟ مش عايزه استقيل، بس عايزه يثبت على رأيي. النهارده استقيل، بكره مش استقيل. ايه، قابلت حد لعب في دماغك ولا ايه؟ انت شايف ان شخصيتي مهزوزه كده ممكن ارد على اي حد؟ المسأله كلها تأجيل للقرار. يا سلام. انا مبسوطه جدا يا علي انك موجود معانا. شكرا ليك يا فاتن. يا رب انقذنا بقى من الدكاتره اللي كل يوم يغير رأيهم. بقول لك ايه، في صيدليه بره كده بتبيع دواء لمنع تغيير القرار، خد لك حبتين. اكتب لك بيهم روشتة؟ لا، عارف. أنا سلام. 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 أنت تعمل لي فيها ميتة وحبك؟ وحياة أمك لو أريك كلام سودا. يا ساتر يا رب. يا ساتر يا رب. قوم يا جدع ساعدني. الراجل سايح في دمه. في داهية. داهية إيه؟ الراجل سايح في دمه، الله يخرب بيوته. تعالى يا سيد، تعالى يا سيد ساعدني بسرعة. على مهلك. ايه ده، مستجد جديد يا عم؟ تسيبهمو الله يخرب بيوتكو عم المرفق. على مهلك. تبدا وتزور، تبدا وتزور. نايمه يا سيد، روح انت. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. هم عملوا فيك ايه؟ الله يخرب بيوتهم. يا ساتر يا رب. الجدع ده ابو سايح. يا عزوز، حقك عليا، ما كانش قصدي اللي حصل قدام الناس. انا بس كنت عايزه اشوفك. تقومي تجيني في وسط الشغل ده؟ طب قول لي انت عامل ايه؟ أنا جيت لك كذا مرة وما لقيتكش، ومش عايزة أقول إنك بتهرب مني. بتهرب منك كيف يعني؟ هو أنت معقول نسيتني أوام كده؟ هو أنت عليك؟ أنا ما ضحكتش عليك في حاجة يا نادية. ما ضحكتش يا عزوز، وعشان كده أنا صدقت كلامك. أمال إيه اللي جد يعني؟ حسن رجع؟ اتكلم. بص يا بنت الناس، أنا ما ينفعش أشوفك ولا جابلك من ورا أهلك. أنا مش جاي لك عشان تعرفني من ورا أهلي، أنا جاي بس عشان أتأكد من حاجة. حاجة إيه؟ وأنت بجد بتحبني؟ بجد عايزني أبقى معاك؟ عزوز، معقولة لسه بتسأل يا نادية؟ طبعا بحبك، عمري ما حبيت في الدنيا حد زيك. أمال ليه؟ ليه؟ ليه سلمت أوام كده؟ ليه حسن أول ما قالك لأ سكت؟ كأنك ما صدقت؟ ولا أنت جبان بقى وأنا مش واخدة بالي؟ جبان؟ أنا جبان يا نادي؟ ضايقتك قوي الكلمة؟ جبان يا عزوز، جبان! عشان يسيب حد بيحبه ويكذب عليه بكلام ملوش معنى؟ يبقى 60 جبان. أنا آسفة إني جيت لك وتقلت عليك. واضح فعلا إن حسن كان عنده حق، وانك ما تستهنيش. هو في ايه؟ جاس في تفتيش.
ولا ايه ما صفيت؟ وانت يا مستجد ما تشيل الناس دي بسرعه، ما تنساش الناس دي كلها. اخلص فيدو. اخبار عادل الراوي ايه؟ اما تشوفه بساله. لا واشوفه ليه؟ ما كفايه عليه ان انت اللي بتشوفيه. انت بتراقبني يا اكرم؟ يا هو ده اللي فارق معاكي؟ اني براقبك؟ يا ريت يا هاني ما اكون انا اللي براقبك بدل ما اسمع اخبار مراتي اللي شايله اسمي واسم البيت ده من الناس بره. اخبار ايه واسمي؟ انت تقصد ايه؟ اقصد ايه؟ وماله؟ أقول لك أنا أقصد إيه؟ أمرتك إنك أنتِ ما تقابليش الكلب اللي اسمه عادل الراوي ده تاني، ومع ذلك ضربتي بكلامي عرض الحائط ورحتي قابلتيه. عادي؟ عادي؟ زوجة وما بتسمعش كلام جوزها؟ عادي. أمرتك إنك أنتِ تاخدي بالك من ابنك وتحطيه في عينيكي، برضه بتسيبيه لوحده ولا كأنه فارق معاكي. طبيعي. طبيعي. زوجة فاشلة وأم مهملة وما بتهتمش إلا بنفسها. عن إذنك. أنا ما خلصتش كلامي.
لكن ترخصي اسمي. ارخص اسمك؟ ترخصي اسمي وتروحي تقابلي لي البي بتاعك في الريستوران والناس كلها تشوفكوا قاعدين مع بعض. ده اللي مش عادي يا هانم. طب ما كنت تيجي انت مكانه عن اذنك. قلت ما خلصتش كلامي. ما تنساش ان انا مراتك يا ابني. مراتي؟ مراتك مش الشغاله اللي عندنا. مراتي. صح. مراتي اللي ما بيعجبهاش كلامي. صحيح، ما كفايه كلام عدوله وطريقته الحلوه اللي بتوزن الدماغ وبتريح. عن اذنك عشان انت شكلك سكران. انا مش سكران. ولا اقول لك ايه رايك لما اكلم لك عدوله بيه واساله ايه اللي بيعجبه في مراتي واللي بيعجب مراتي فيه عشان اعمله لك؟ انت وسخ وواطي. انا وسخ؟ انا واطي برضه وسخ وواطي. واخر مره تشوفني انا وابنك. ابي وريني يا بنت الكلب. دكتور أمشير، اسم الله عليك يا ابني، خلي بالك الحاجات اللي بتعملها. ازيك يا دكتور علي؟ ازيك يا ولد؟ ايوه الدكتور علي بيطبع الروايه بتاعته عندنا في المطبعه. ماما. اهلا ماما. حسن خطيب. اهلا. ولا الدكتور أمشير فين؟ مش هنا، لو عايزين اي حاجه انا موجود. بس احنا نزلنا تحت في الاجزخانه عشان اقيس الضغط. لقيت الجهاز بايظ. حاضر. قلنا نيجي هنا. حاضر. من عينيا. اتفضلي. ربنا يسعدك يا رب. الكحة دي يا ماما. سلامتك. ان شاء الله مفيش حاجة. الله يسلمك يا رب. ربنا يجعل في ايدك الشفاء يا رب. ان شاء الله مفيش حاجة. دكتور أمشير داعي الشيطان. اعتبريه دايما موجود. ربنا يخليك ويبارك لنا فيك. سلامتك. الله يسلم عمرك. ايه اللي مزعلك؟ قول ايه اللي يفرحك؟ ناخدك على شوية. أنا هكتب لك على دواء عشان الضغط ودواء تاني عشان الكحة، وأهم حاجة ما تزعليش نفسك. هيجيب منين الفرح بس يا ابني؟ ده الهم راكبني من ساسر راسي. عندي ابن في سنك كده كل ما يروح مصر يقفل تليفونه ما يسألش في حد خالص. لما بيجي هنا بيبقى قاعد معانا بس دماغه ما بتبقى شويه. ربنا يهديه ويهدي اللي زيه يا رب. ربنا يهديه. باقي الادويه هتجيبيها من بره المستشفى، مش موجوده. حاضر. شكرا. كتر خيرك. انا بالخدمه يا ماما. شكرا. اتفضل. كله تمام يا عمرو بيه. وما شكش في حاجه؟ عيب يا فندم، دي شغلتنا. بس نتمنى يكون الباشا راضي عننا. لا راضي، بس عايزك تاخد بالك بعد كده. من ايه يا فندم؟ يعني انا باكد لسعادتك ان مفيش كلمه هتخرج للباشا. ما يخصنيش. انت المسؤول قدامي دلوقتي. طمن يا فندم. تفتكر يا احمد ان الباشا ما يعرفش ان في تسجيلات تخصه؟ الباشا عارف ان في تسجيلات. البلد دي كلها صوتها مسموع. بس كل ما كان الشخص حجمه كبير كل ما دايره اللي بيسمعوه لازم تبقى ضيقه لدرجه تبان انها مش موجوده اصلا. بس المشكله بتحصل لما الدايره بتوسع، ولو وسعت هتبلعك انت اول واحد. مفهوم يا فندم. وبالنسبه لاكرم، اكرم البدري ده رجل اعمال كبير ودايرته لازم تبقى على قد حجمه. شوف شغلك.
ماشي يا فندم. انت صحيت يا جدع؟ ده انت كنت هتروح مننا امبارح لولا عبد المعطي. انت صحيت؟ ده انا قلت انك هتنام لك بتاع شهر كده. ده انت كنت تعبان قوي يا ولداه، وكنت بتفرفر من البرد امبارح، اكيد جعان. انا بقى كنت شايل كام شقفل وقت عوزه وهجات العوزه. ما تخافش، خد كل، مش هحاسبك عليهم. خد. الحمد لله على سلامتك. فاكره يا ورد زمان في الاجازه لما كنت بروح مع ابويا المينا وافضل غايب عنك طول اليوم، كنت بتعملي ايه؟ كنت بعمل لك سندوتش جبنه بالخيار واحط لك جواها كده، وانا افضل قاعد مستخبى على جنب اقعد اطلع حته الجوابات من السندوتشات عشان افك الشفره اللي كاتبها لي. ابويا ليه يا حسن اتجننت ولا ايه؟ قول له فيها حاجه بذاكر يا حاج. من ساعتها بقى اللي عليا دحيح واطلع مهندس. شفتي بقى انت اللي دخلتي في دماغه الفكره دي. حلو ايه؟ الفصل السادس. ألف مبروك. متشكر. متشكر دي ليه؟ ليه؟ هو أنا عملت حاجة؟ هو أنا كل مرة لازم أقول لك متشكر إنك بتديني طاقة إيجابية وبتشجعيني على الكتابة، هقول لك. متشكر إنك بتديني طاقة إيجابية وبتشجعيني على الكتابة، ومتشكر إنه بفضلك أنا خلصت الجزء كفاية السادس. كفاية على فكرة أنا كتير بحس إنك بتضحك علي. لا أنت اللي بتضحكي علي. أنا ليه؟ فاكرة يوم ما سألتك أنت زعلانة من إيه وقلتي لي حسن وحشني؟ بس ما قلتليش ان حسن مزعلك وهو اللي خلاك تعيطي. لا مش صح ولا حاجه خالص على فكره. بقول لك اوعى يعني تفتكر الكلام اللي قالته ماما يعني انه حقيقي خالص. انت عارف الستات الكبار يعني دايما يتكلموا كده كتير وبس. مش مصدقك. على فكره ما بكدبش. انا وحسن بنحب بعض جدا. يمكن نكون متغيرين مع بعض شوية بس ده عادي على فكرة بيحصل بين أي اتنين. آه صدقني عارف هو يمكن عشان أنت يعني ما فيش حد مالي حياتك، ما فيش حد بتحبه وبيحبك زي أنا وحسن كده أكيد يعني عشان كده أنت مستغربني بس. مين اللي قالك أنا ما عنديش؟ أنا عندي واحدة أول ما دخلت حياتي مالتها حب وامل وسعاده وكل حاجه. المشكله انها ما تعرفش. ليه؟ قول لها على فكره دي حاجه حلوه قوي. ويمكن ما تعرفش خالص او ما اقدرش اقول لها دلوقتي. ازاي يعني؟ هتفضل تحب كده من طرف واحد اللي هي مش حاسه بيه خالص؟ كفايه اني حاسس بيه. الفصل السادس أظن إنه حلو. حسن كويس إن أنت طلعت يا حسن تتهوي شوية. أنت بقالك 10 أيام في العنبر لا بتكلم حد ولا عايز تخرج. الجو هنا حاجة تانية يا حسن، أنا عايز أرسيك على الدنيا هنا ماشية إزاي. الدنيا هنا صعبة. بص يا حسن ده ها اللي هنا ده خليك معايا يا حسن، ده كانتين. الكانتين دي بقى لما تعوز أي حاجة تشربها قهوة، شاي، سجاير، نروح نجيبها بالكانتين دي. قول لي أنا وأنا أجيب لك كل اللي أنت عايزه. بس لازم يبقى عندك رصيد في الكانتين دي. وبعدين في حمام هناك كده. هتقولي فرختي يا حبيبي. لوحدك. أوعى حد يقول لك تعالى خش الحمام تروح. أحسن الحمام ده خطر 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 يا حسن، الحمام ده خطر. أنا مش عايز أقوم معاك. حسن.
أنا في عرضك يا حسن، أنا في عرضك يا حسن، مش عايز أروح معاكم يا حسن. الحقني يا حسن، الحقني الحقني حسن، لا افتح الباب يا حسن، سيبوني سيبوني، افتح الباب. قلتلك مش وقته دلوقتي، النظام هنا ما تقدرش تغيره، يا اما تبقى فرخه ويجيبوك على بطنك، يا اما تبقى ودت لحد ودك ما يشد. بره السجن بيقولوا الجري نص الجدعانه، هنا بقى الجدعانه نصها الصفر. لسه صح يا صاحبي؟ لا يعني ادي مش بعيط، اصل امي جت على بالي، اصلها وحشتني اوي. الجماعه اللي انا رحت معاهم دول صحابي، اصل كان عندهم مشكله كده وحلتها، اصل امي استجدعوني اوي ومعتبرني راجل مهم في حل المشاكل. يعني عارف عارف يا صاحبي، يعني يوم ما اشوفك بتتكلم الاقيك بتبكي، بتبكي ليه يا صاحبي؟ اصل امي كمان وحشتني، كل الناس اللي بحبهم وصحابي اللي كنت بصالحهم على بعض. مش عيب ان انت تعيط عشان في ناس وحشوك وبتحبهم مش موجودين قدام عينيك. احنا بني ادمين برضو، زي ما بنفرح لازم نزعل، لازم نعيط عشان نغسل التراب اللي علينا. عيط، كل ما تعيط كل ما تبقى أقوى. عيط اديني سجارتين. اسمك ايه يا زميلي؟ حسن رشيدي. الهندسة ده انت ليك حساب هنا، اللي انت عايزه تحت أمرك، لو حتى عايز علبة بحالك. ومين اللي فتح لي حساب؟ ماليش فيه، انت ليك حساب مفتوح قدامي وخلاص، ما اعرفش. طب اديني علبه ابيض وكوبايه شاي. اتفضل يا مستر. اتفضل. اوعى تكون واخد على خاطرك مني علشان منعتك عن صاحبك وميها. النظام هنا عشان تكسره لازم تكون اشد منه. في حاجات ما تنفعش تعملها الا وانت فايق وصلب طولك واقف على رجليك. صح. اجمل حاجه انك تسمع من اللي عارف عنك. انا ما سمعت، بس المره دي بقى سمعت من واحد من الكبار، الكبار قوي. فضلت اسمع لحد ما وداني اتملت بكلامه، ما بقتش شايف غير السكه اللي هو حطها لي ورسمها لي وبس.
قلت بقى يكون معايا فلوس واكبر واتحمى في ظهره. ده انا عمري ما زعلت ولا عملت حاجه ما ترضيهوش. امال ايه اللي خلاك تيجي هنا ورماك الرميه دي؟ عشان مره صوتي عالى عليه. اصل هو كان فاكر ان ما اقدرش اعلي صوتي. هو كان فاكر ان ما عنديش صوت اصلا. كان فاكر ان ما اقدرش اقول لا. بس في بلدنا دي كم واحد معدودين على الصوابع اللي يقدروا يقولوا لا. بس الغلابه اللي زينا ما يقدروش يقولوا لا. كح الغل اللي في قلبك يا حسن عشان تعرف تنام بالليل. انا بقالي هنا 32 سنه ولسالي 100. اصل احمد باشا رشدي ما خلصوش يطلع من الوزاره من غير ما يخلص عليا ويجيبني هنا. بس انت جيت بمزاجك. بس انا جيت غصب عني. انسى يا حسن وما تخليش صوته يرن في ودانك بره وجوه. انسى. ومين عارف؟ صح. مين عارف فعلا؟ بيتي! عادل! انتوا يا كلاب! بيتي! خير يا كمبي خير سعادتك. مروان ابني فين؟ وفين مدام نورهان؟ هي خدته واحد بيه للست والدتها يا بيه. اه يا بنت الكلب. غورو من وشي. غورو! ايه يا صالح عايز ايه؟ مش وقت اكسلانس بقى وزفت، عايز ايه؟ ايه؟